السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم. تفضل استريح. تفضل. نلتقي اليوم من فخامة الرئيس لنجني أحد ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة. مدينة حيوية بالأنشطة، الناس تقدر تمارس فيها كثير من الأنشطة في المناطق الخارجية والمفتوحة. اللي ممكن يتفرج علينا يا دكتور عاصم دلوقتي يتصور هي مدينة شكلها حلو، وده مش غلط بالمناسبة، لكن أنا عايز أفهم الناس اللي بيسمعونا إن إحنا عملنا موضوعات على بعضها، الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ. البلاد اللي زي حالتنا دي عايزة ثلاث حاجات، واحدة من ثلاث حاجات، يا إما صبر وعمل يعني صبر وشغل بس، وده مسار نشوف نتائجه بعد سنين طويلة، مش إحنا ولا يا دكتور مصطفى، مش إحنا، مش أنا عشان سن يعني، لكن الشباب الصغير والممكن اسمعوا كلامي، بس اسمعوا كلامي. المنصورة الجديدة معمولة بحلاوة وذوق زمان بس بالألوان. مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة متكاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاجينها هيلاقوها. مشروعات سكنية كتيرة ومتنوعة زي مشروع جنة مصر، مشروع سكن مصر، سكن كل المصريين، شقق متميزة وفيلات بتطل على البحر، ووحدات إسكان اجتماعي كاملة التشطيب، ومساحات خضرة وخدمات ترفيهية في كل مناطقها. منور يا رئيس المنصورة الجديدة. طبعا كلكم عرفتوا ان انا ابن من ابناء المنصوره، فانا بقول لكم يعني انا متشرف بوجودكم، واهلا وسهلا بيكم في المنصوره الجديده. المنصوره خرج منها ناس عمالقه، السيده فاتن حمامه، استاذ رشدي اباظه، الكاتب الكبير انيس منصور، الفنان العظيم شريف منير، يعني بص مش قادر اقول لكم حاجه عظيمه 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 والله. كل ده حصل بالإرادة المصرية، الإرادة المصرية بجد، وسيادة الرئيس قالها وأنا ما بنساش كلمة قالها لأني متابع طول الوقت، قال عايزكم تبقوا كده. إحنا لو بقينا كده وبنشتغل وعندنا ضمير صاحي كله هيمشي، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه القطر ماشي، إحنا مش هنقف، الدنيا ماشية. سيد شريف أنت من المنصورة مش كده؟ أنا منصورة أهو. حاجة عظيمة جدا. إحنا اللي سعداء بيك. شكرا. ربنا يخلي سيادتك يا فندم. شكرا. وبشكركم وأهلا بيكم في بلدكم المنصورة الجديدة، وتحيا مصر.
اوصف الجمال ده اقول في ايه؟ اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة ايه. حاجة حلوة منك، حاجة كل ما ده تزيد زيادة فيها انك، فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تدبت فيها سنة سنة. يا بلادي مع حضرتك مهندس عمرو حامد مدير مصنع جراند تصنيع اعلاف الاسماك، الشركه اللي صنعت كل اعلاف الاسماك، المياه العذبه والمياه المالحه واعلاف الزريعه واعلاف الجمبري. فكرتنا كان من كلمه حضرتك في الامم المتحده في 2014، جمعت الطيور المهاجره، المستثمرين المصريين اللي عايشين في امريكا، احنا من كنا من ضمنهم اللي جينا مصر، ضخينا استثمارات، حطينا بذرتنا، اول مصنع شغلناه في 2018 وصل حجم انتاجنا النهارده ل 60,000 طن، بنصدر منه 20,000 طن. وصلنا يا ريس للحلم اللي احنا كنا بنحلم بيه، شكرا يا ريس، احنا بنخطط مستقبلنا ومستقبل ولادنا، شاكرين يا ريس. صدقوا بالله انا بتكلم من قلبي وربنا اللي يعلم والله. يلا 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 غيروا البلد دي كلكم. الحمد لله النهارده احنا يعني بنشرف ان احنا النهارده نقول ان اي سي سي النهارده الحمد لله يعني احنا بنصنع لكبرى الشركات العالميه الحمد لله في مصر، وبنصدر انتاجنا كمان للخارج الحمد لله. انا كمان عايز اشكر مبادره ابدا حقيقه بجد، هم كان ليهم دور فعال على الارض حقيقه ومؤثر جدا، وهم قدروا يعني يبقوا زي شورت كات كده ما بيننا وما بين المسؤولين او الادارات حقيقه، هم سهلوا لنا حاجات كتير، ووجودهم حقيقه بجد فارق جدا على الارض. واحنا بنقول لهم النهارده زي ما انتم حمستونا وشجعتونا وقلتوا لنا ابدا، احنا بقى من هنا بنقول لكم كملوا كملوا بنفس الحماس والقوه، لان وجودهم واستمرارهم هو مهم جدا جدا. لا يا دكتور محمد مش هسيبك. طب ربنا هو احنا يعني بنستورد منتجات نجمعها ولا بننتج المنتجات دي كلها عندنا؟ لا احنا بننتجها كلها طبعا، بننتجها كلها. طب هو السوق المصري عايز قد ايه؟ السوق المصري يحتاج قد ايه؟ انا فندم شايف يعني في رايي ان احنا عندنا فرصه حلوه جدا جدا ان احنا نصدر، يعني مصر احنا في قطاع التجميل ده احنا عندنا فرصه ذهبيه دلوقتي ان احنا نصدر فعلا عند حضرتك، يعني ناس في مصر ان شاء الله هتشتغل وهتشتغل بهمه وقوه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. والآن نتشرف بدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتسليم عقود وحدات إسكان اجتماعي بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين. دكتورة رنا حامد عبد الواحد أول باحثة من ذوي البصيرة تحصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة عام 2022، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين لعام 2003، وتعمل حالياً معلم لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة. والآن فليتفضل السيد رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلنا الكرام من محافظة الدقهلية، أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته ويسعى دوماً للبناء وتحقيق السلام والتنمية.
وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء. واليوم نشهد معاً مشهداً جديداً من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة، والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها. إن مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة هو الوطن الذي تعهدنا معاً على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل. شكراً، ومعاً نردد دائماً: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.